سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في البودكاست الشهري ويكي بودكاست. البودكاست مقدم من طرف مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، واللي غيلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة غادي نتعرفوا على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات غادي يكونوا بلغات ولهجات مختلفة، اللغة العربية، اللغة الأمازيغية والدارجة. في الحلقة ديال اليوم غادي نتعرفوا على مشاريع ويكيميديا وتأثيرها على العالم من خلال الحوار مع ضيفين مميزين اللي هما منير عفيفي ومحمد باشوندا. لكن قبل ما نبدأ المناقشة غادي نتوقفوا لحظة للحديث عن ماهية مشاريع ويكيميديا. مشاريع ويكيميديا هي مجموعة من المشاريع التعاونية عبر الانترنت واللي تدعمها مؤسسة ويكيميديا المنظمة غير ربحية، واللي تتهدف إلى تعزيز التبادل الحر للمعرفة والمعلومات. وتضمن هذه المشاريع مجموعة من المنصات، من بينها ويكيبيديا، ويكي كومنز، ويكي داتا، ويكي بوكس إلى آخره. وتخدم كل مشروع من هذه المشاريع واحد الغرض محدد، لكنها تتركز جميعها على مبادئ التعاون وإنشاء المحتوى اللي كيحرك المجتمع والوصول المفتوح إلى المعلومات. تتوفر هذه المشاريع بلغات متعددة، ويمكن لأي شخص المساهمة فيها والمساعدة في توسيع المعرفة الجماعية المتاحة عبر الإنترنت. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بلا ما نزيد نطول عليكم وغادي نقدم لكم ضيوف ديالنا. ضيفنا الأول هو خبير في الإعلاميات، جزء من حركة ويكيميديا وويكيبيديا منذ 2005، وهو سفير ديال المنتجات للمنطقة العربية لدى مؤسسة ويكيميديا، وأيضا مؤسس ورئيس ويكيميديا الجزائر. مؤخرا طلق واحد الدورة تدريبية مجانية تتسمى ويكي مساق، والهدف منها هو تعليم المبتدئين كيفية تحرير ويكيبيديا باللغة العربية. سيد محمد باشوندا، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامجنا. أهلا وسهلا أخت لبنى، تحية لجميع المستمعين، شكرا كامل لفريق البودكاست بهذه المبادرة اللي هي زعما كبيرة بزاف وعجبتني بزاف، وهي تصب في رفع الوعي، توعية بأهمية يعني المعرفة نعرفوها، ولكن السماح للمعرفة وباش نعبروا بها الجسور ودون أي قيود. وهذا أنا نعتبره يعني إعادة نفض الغبار على ما هو معروف في منطقتنا، ونتحدثوا عليه هنا في هذا اللي غادي نتحدثوا عليه في البودكاست هذا. شكرا جزيلا. أهلا بك سي باشوندا. ضيفنا الثاني هو محرر مغربي تشارك بشكل كبير في العديد من مشاريع ويكيميديا، بما في ذلك مشاريع الدارجة المغربية والإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية. وهو أيضا مهندس برمجيات مقيم بالديار الألمانية، وعضو بمجموعة ويكيميديا المغرب، ومحرر نشيط بويكيبيديا منذ فترة طويلة. سي منير عفيفي، أهلا بك. شكرا أخت لبنى على الدعوة، وكنتمنى أن الحلقة تكون مفيدة للمستمعين، وربما تعطيهم بعض الإلهام أو بعض الحماس باش يشاركوا في مشاريع ويكيميديا. بك سي منير عفيفي، اهلا بك سي محمد باشوندا. نتمنى ان شاء الله تقضيو معنا وقيتة زوينه، ونبداو باول سؤال. سي باشوندا، شنو هو في الراي ديالكم التاثير ديال هاد المشاريع على العالم؟ لازم نحكي لكم القصه كيفاش بدات من الاول، وشكرا على هذا السؤال. يعني باش نعرف واش كان من قبل واش راه صاري حاليا، مرينا على عدة ثورات. يعني الثورة اللي كانت في 1800 اللي هي الثورة الصناعية،
ومن بعد مرينا على الثورات. احنا رانا حاليا في الثوره الصناعيه الرابعه، وهنا راهم يعرفوا فيها، يقول لك هي داخل فيها المعرفه والثوره المعرفيه بزاف. يعني دروك اذا كنا احنا نشوفوا في العالم من قبل من برا، دروك العالم هو راه يشوف فينا من الداخل. يعني التاثير يبان في مجالات كثيره، يعني العالم كامل كامل باسره بالاجناس نتاعو المختلفه، بالاعتقادات نتاعو، باللغات نتاعو، الكل راه يشارك في مشروع واحد. يعني وهذه الطفره خلاتنا نتشبع بالمعرفه والمعرفه الاخرى، يعني كاين معرفه ومعرفه، وخلاتنا نكتشف الاختلافات فيما بيناتنا ونتعايش معاها، كيفاش نتقبل الغير، كيفاش يعني نمد الراي تاعنا في مجال كيما هذا. انا نقدر نقول لك حتى هذه المشاريع نتاع ويكيميديا تعدات الديمقراطيه لواحد الدرجه، وين ولت يعني كمثال، يعني التجمعات البشريه يعني حاجه فريده من نوعها، يعني 300 لغه القارات الخمسه كاع هذه في مشاريع ويكيميديا، وما كاش على حسب المعرفه نتاعي والعلم نتاعي حاليا. يعني مشروع كبير كما هذا ومتشعب كما بهذه الطريقه، يعني حاليا هو يمشي كما هكا. دونك نقدروا نشوفوا هذا الشيء في هذه الصيفه. الحقيقة يعني مني كتشوف مجموعة ديال الناس من مختلف أنحاء العالم ومختلف الثقافات، ويعني تتقسموا معاك المعلومات اللي عندهم بهذا الشغف، هذا رغم واحد الحاجة اللي تثلج القلب. هنا بغيت نسول سي عفيفي على شنو التأثير ديال هاد المشاريع على العالم، وأشنو اللي خلاك تشارك في مشاريع ويكيميديا؟ فوالا دونك بالنسبه للتاثير ديال ويكيميديا وديال ويكيبيديا بشكل خاص على العالم، ف يعني هي واحد الموسوعه، يعني اكبر موسوعه في العالم حاليا، اللي كتعطي يعني مفتوحه، كتعطي الامكانيه لاي شخص انه يساهم في اي مجال معرفي باش يغني المحتوى ديالها، وباش يوصل المعلومه باللغه ديالو يعني الناس اخرين اللي كيتكلموا نفس اللغه. ولان قبل من داك الشيء شنو كان عندنا يعني موسوعات هي نخبويه، يعني تيكون الانسان خصو يكون متخصص في واحد المجال باش يكون عنده القدره او داك الامكانيه باش انه يكسب موسوعه او يساهم في موسوعه. وهذا الشيء كان تيخلي انه واحد العدد محدود ديال 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 المعلومات اللي كتكون متوفره. يعني مشينا مثلا موسوعه بريطانيكا، هي موسوعه اللي مكتوبه بواحد الشكل احترافي كبير، ولكن تلقاو ان العدد المواضيع اللي فيها كيكونوا محدودين بزاف. يعني كاين مجموعه ديال المواضيع اللي قلب على انسان ما يلقاش يلقاها في موسوعه بريطانيكا، وبعض الاحيان كتلقى المقال كتلقى قصير، يعني كتلقى فيه ربما 3 أو 4 الفقرات على الاكثر، لان الانسان اللي تيكون متخصص ما تيكونش عنده وقت بزاف، تيكون عنده وقت محدود، واصلا ما كاينش بزاف الناس اللي متخصصين في جميع المجالات. فويكيبيديا عطات واحد لابخوش اللي مختلفه تماما، واحد المقاربه اللي هي تعميم ديال 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 المعرفه، سواء من ناحيه ديال تلقي المعرفه وحتى من ناحيه ديال المساهمه في المعرفه. والقضيه هي انه حتى يعني بالنسبه للانسان على المستوى الشخصي، الانسان براسه تقدر يستافد اكثر، يعني تيفهم بشكل اعمق الامور فاش يحاول يشرحها لشي انسان اخر. وهذه كانت تجربه شخصيه ديالي، انني فاش نكون مهتم بشي موضوع وتمشي نكتب مثلا مقال عليها او كذا، فانا براسي تنتعلم بزاف الحوايج ملي نكتب على الموضوع هذا، فتكون استفاده شخصيه، يعني ماشي غير مساله ديال داك البارطاج ديال المعلومات، محتى الاستفاده الشخصيه من هذوك المعلومات اللي انا براسي كنت نتعلمها او تنعمق الفهم ديالي ليها ملي تنساهم في مشاريع ديال ويكيميديا. قبل ما نعطيو ديك المعلومه راه اكيد كنبحثوا عليها وتنقلبوا عليها اكثر وكنقراو عليها، عاد كنقدروا اننا نكتبوها ونقولوها للناس اللي دايرين بينا.
بالتالي راه كتنفعنا حنا اكثر، يعني لانه كنزيدو نتعمقوا في داك الموضوع، كنزيدو نبحثوا فيه، وكنزيدو نغنيو الافكار ديالنا في هذا الموضوع. شكرا لك سي منير على الجواب ديالك. هنا بغيت نسول سي باشوندا. سي باشوندا، انت جزء من حركه ويكيبيديا وويكيميديا من 2005 كيف ما قلت في البدايه، واش يمكن لك تخبرنا على عن التجربة ديالك، يعني تعطينا المعلومات أكثر على التجربة ديالك وكيفاش تطورت المشاريع على مر السنين؟ هي أنا البداية نتاعي كيف جيت وشاركت في 2005، اكتشفت باللي كان المقالات على الجزائر والمقالات على المنطقة نتاعنا والمقالات بالعربية وما كاش مقالات تاني بالدارجة، دونك مش موجودين هادو. دونك الشي اللي خلاني نكتب على المدينة نتاعي والشي اللي خلاني نكتب على الناس يعني المعروفين في المنطقة نتاعي وفي البلد نتاعي، يعني أول مقالة اللي كتبتها على عالم كبير هو مبارك الميني، هو كان عضو في جمعية العلماء المسلمين هنا بالجزائر وشاركوا في النهضة بالجزائر واللي خلات الثورة الجزائرية زعمت من ذلك. المهم قاع هذا الشيء واش خلانا خلاني نكتب 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 نكتب. ومن بعد كان في سنوات من بعد اكتشفت باللي كاين حركة، واكتشفت باللي كاين ناس راهي تنشط. دوك هنايا تحولت من محرر بسيط إلى مؤسس لمجموعة لتوسيع النشاط، لأنني يعني بيد يعني يقول لك يد وحدة ما تصفق. بديت زعما أسست مجموعة وبدينا نشتغل ونديروا إطلاق تاع مبادرات. كانت أول مبادرات هي مبادرات يعني المقالات كانت تحتاج إلى صور، أطلقنا مبادرات حول الصور وشاركنا في مسابقات كبيرة كمسابقة ويكي لوف مونيمونت يعني المعالم التاريخية، مسابقات حول لتجميع الصور حول الفولكلور في المنطقة، يعني كي في مسابقة ويكي لوف أفريكا. وكان التجميع يعني عملت إحصاء فقط السنة الماضية يعني جمعنا أكثر من 36 ألف صورة غير عبر هذه المسابقات، باش تشوفي الامباكت يعني التأثير اللي عبر صورة واحدة. وكان هناك تلقينا انتقادات في بداية يقول لك علاش هذه الصورة راك تجمع فيها وش هي الفايدة نتاعها، ولكن أنا درت بحث بسيط يعني 10 سنوات من بعد بدينا هذه المسابقات ولا أقل من 10 سنوات، ولكن الصورة هذه يجي محرر يضيفها في مقالة والمقالة تولي جميلة وتكون لي جذابة للقراءة يعني. ومن بعد رحنا في اتجاه يعني المستخدمين هنا في المنطقة ما يعرفوش أي حاجة على ويكيبيديا، أطلقنا مبادرات لتعليمهم ما هي ويكيبيديا، أطلقنا مبادرات لتعليم يعني احنا ما ننتظرش يعني النتائج على المباشر، ولكن على الاقل اذا كان يكتشف ويعرف وشنو هي ويكيبيديا وش ما هو وش كان موراه وشكون اللي راه يجهز هذه المعلومه ويجيبها، هذا احسن. يجي يوم من الايام ويضيف حرف ولا حرفين وهذا هو الاساس. يعني كاين اشخاص ناس جات اضافت صوره وراحت، وكاين ناس جات داروا الخرائط نتاع البلديات هنايا في الجزائر وراحوا، كل واحد يضيف معلومة والشي اللي يعجبه ويرتاح له، يعني على خاطر زعما قبل ما نشارك لازم تكون عندنا المتعة عاد باش تجي من بعدها التطوع. إذا ما نتمتعش فيها خلال هذا التطوع تاعنا ما يكونش فيها يعني يقول لك راحة نفسية كما راهم يقولوا لها دروك. باش نبدا على الجواب ديالك، وانت تتهضر هضرتي لنا على التطوع وقلتي انه تتحس بواحد الراحه نفسيه وانت تتقاسم المعلومات اللي عندك مع القراء ديال ويكيبيديا بصفه عامه. هنا بغيت نسولك على التطوع
في الجزائر، بما أنكم تقوموا بمجموعة ديال المبادرات لتتحت الناس على الكتابة في ويكيبيديا، بغيت نسولكم واش قدرتوا أنكم تأسوا واحد القاعدة ديال المحررين الجزائريين، وواش قدرتوا أنكم تضموا لكم الشباب، واش الشباب تهو تطوع في هذه المشاريع هذو؟ شوفي، هي لربما بالك كانت مغروسه فيها، على انا اول كتاب شريته شريت قاموس، ما شريتش كتاب ولا قصه ولا، شريت قاموس. واول عمل تحريري درته انايا في، يعني كانتاج، انا نعتبره انتاج، يعني بادرت بترجمه مصطلحات الحاسوب في التسعينات. يعني كان في التسعينات كانت المصطلحات نتاع الحاسوب، يعني الكلافي تاع الدروك عنده ترجمه ركيكه. يعني احنا في هذاك الوقت ما كناش نعرفوا بلي لو كلافي اللي يقولوا له بالفرنساويه ولا الكيبورد بالانجليزيه ما كانش عنده اسم. الدروك كان اقتراح تاع لوحه المفاتيح، وكان في حصص في التلفزيون كنا نشوفوهم عليها جات هذيك الكلمات على الحاسوب. الحاسوب هي كلمه مترجمه وتم نشرها عبر هذه الحصه للصغار، وكان كثير مصطلحات اخرى يعني ما كانتش مترجمه. دونك الشيء هذاك زعما نهار اللي بدا الانترنت ينتشر ودخلنا احنا في المواقع وكان عندنا حواسيب، يعني كانت كما نقولوا حنايا دمقراطه، يعني الناس قدرت تشري حاسوب في البيت. فتحنا الانترنت الحاسوب تاعنا وكان عندنا مواقع، بدينا ندخلوا في المواقع. هذاك الاكتشاف تاع الموقع هذا، ومن بعد اكتشفت بلي نقدروا نزيدوا ونضيفوا المعلومات فيه، قلت يعني كان الاتجاه لهذه الموسوعه يعني طبيعي. يعني انا طبيعيا نبغي نمد الشيء اللي عندي ونقاسم المعلومات. دونك واش معناتها يعني هذه المبادرات يجيو يعني يكونوا في الصميم، وباش ننشر هذا الحب نتاعي للنشر المعرفه، وكما يقول لك لازم نديروا تاسيس ل يعني جمعيه حركه مجموعه ان جروب، هذا اللي باش نشاركوا فيه يعني الشيء اللي نبغيوه. والتواصل الاجتماعي ساعدنا بزاف، يعني هذا كيما يقول لك كيما حنا نسميوهم الفيسبوك والمواقع الاخرى، هي اللي خلاتنا يعني نتواصلوا مع بعضنا بعض. يعني ناس تسكن في مناطق جغرافيه بعيده قدرنا نتواصلوا، يعني هذا الشيء هو اللي خلى الانتشار الواسع في وقت قصير لهذا المشروع اللي هو ويكيبيديا والمشاريع الاخرين. يعني احنا نعرفوا غير ويكيبيديا، بصح تحته كاين واحد 900 مشروع يعني بشتى اللغات وبشتى الافكار والاختلافات. دونك المشروع نتاع ويكيبيديا اللي راهي تقود فيه ويكيميديا اللي هي مؤسسه في امريكا، وهذه المؤسسه هي اللي راهي تضمن يعني للناس عبر العالم باش يوصلوا لهذه المشاريع لهذا ويكيبيديا. وكذا كان مستخدم يدخل في يفتح الهاتف نتاعو التليفون ولا يفتح الحاسوب نتاعو ويكتب معلومه ويطلع له في الصفحه نتاع ويكيبيديا، هي مؤسسه اللي اسمها ويكيميديا هي اللي تضمن هذه المعلومه باش توصل عند هذا المستخدم الاخير. دونك اذا كتب بحث على اي حاجه يلقاها. دونك حنا المبادرات نتاعنا هي كيفاش، دونك لازم نضيفوا المعلومه اللي راهي ناقصه على المنطقه نتاعنا واللي راهي اصلا غير موجوده. لقينا كثير 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 مقالات، نحكي لك على البدايات مثلا، نحكي لك غير على الجزائر، البلديات نتاع الجزائر ما كانتش موضوعه، ولا الخرائط اللي توثق على البلديات المختلفه في الجزائر ما كانتش كاينه. هذه مبادره نتاع خدمنا تاع 1500، اكثر من 1500 بلديه بالمقاله نتاعها بالمعلومات عليها وعدد السكان والتوثيق عليها والخرائط اللي دور عليها باش تكون المعلومه جاهزه
وموضوعه بطريقه يعني تسهل على القارئ والباحث عن المعلومه يوصل ليها. من قبل ما كانش كاينه، احنا كنا نلقاو معلومات على الدول الاوروبيه صح المنطقه تاعنا والعلماء تاع المنطقه والشعراء تاع المنطقه والادباء وكل كل كل الناس المعروفين ما كانش معروف ما كانوش موجودين. كل مره نطلق مبادره ونضيف هذه المعلومات باش في المستقبل ولا في الحين يقدر يوصل لها المعلومة. ولينا في نظرة خدمة، رانا نوفر خدمة للمستعمل تاع الانترنت تاع المنطقة الجزائري ولا غير الجزائري، ماشي شرط. بشول على الجواب ديالك، شكرا لك على التطوع ديالك، شكرا لك على تقاسم المعلومات مع الناس. فصراحة واحد العمل جبار تقوموا به، فشكرا لك بزاف. هنا بغيت ننتقل للسيمونير. سيمونير، حنا تنعرفوك أنك تقوم بتشغيل العديد من الروبوتات اللي تتساعد في التصحيح الإملائي ومهام الإدارة في مشاريع ويكيميديا. واش تقدر تقربنا أكثر من كيفية عمل هذه الروبوتات هذه وكيفاش تساهم في المشاريع؟ دونك شكرا على السؤال. بالنسبة للبوتات او الروبوتات ديال ويكيميديا، فهما يعني تيكون على شكل بروغرام اللي تيكون مكتوب بواحد اللونغاج ديال البرمجة، و الهدف منه هو باش اوتوماتيزي واحد المجموعه ديال طاش، يعني واحد المجموعه ديال المهام اللي تيكونوا في يعني مثلا كما قلتي مثلا التصحيح الاملائي، يعني مثلا واحد الكلمه اللي كتكتب بواحد الشكل مثلا وخص تكتب بواحد الشكل اخر، فهو تيراجع لديك الكلمة أقل تقدير تيسينيالي تزيد واحد العلامة اللي كتشير بأنه خص يتم مراجعة ديال هذا المقال أو هذه الفقرة مثلا، أو لا كاع تصحح هو إذا كان ديك الحالة كتكون واضحة وسهلة في التصحيح فكيصححها مباشرة. بالإضافة لمهام أخرى، يعني مثلا كاين الإضافة ديال تحويلات المقالات، يعني مثلا تيكون عندنا مقال بواحد العنوان ولكن ممكن يكون عنده عناوين اخرين، يعني باشكال اخرين ديال العناوين اللي يقدر يبحث بهم القارئ. فاذا ما كانوش دوك التحويلات، الى جا واحد يبحث ما يلقاش داك المقال، واخا هو راه موجود كاين الموضوع كاين ولكن يقدر ما يطيحش على الموضوع. فهاد لي بروغرام تيقدروا يزيدوا مثلا التحويلات بشكل اوتوماتيكي في بعض الحالات، ماشي في جميع الحالات ولكن في بعض الحالات يقدروا يزيدوهم. كاين ايضا اضافه تصنيفات للمقالات، لان يعني ربما القراء العاديين تيشوفوا غير المقالات ديال ويكيبيديا، ولكن كاين صفحات اخرين اللي تعاونوا في التنظيم ديال المواضيع والمقالات وغيرهم. دونك هاد يعني كيف يعني في الخلفيه تيكونوا هاد لي بروغرام تيسهلوا التنظيم ديال المواضيع وديال المقالات ومسائل اخرين تقنيه يعني في الخلفيه اللي ربما ما كيشوفهاش القارئ العادي. يعني مجموعه ديال المسائل، يعني حتى المساله ديال مثلا الكتابه المقالات بشكل اوتوماتيكي، فكاين هذه المساله حتى هي. كاين يعني فعليا مثلا في ويكيبيديا بالدارجه كاين بعض المقالات اللي درناهم بشكل يعني بشكل اوتوماتيكي. فوالا بشكل اوتوماتيكي، يعني كيكونوا معلومات متوفرين وتيكون واحد القالب ديال النص، وداك القالب النص يتعمر بالمعلومات اللي تيكونوا ديال داك الموضوع، وتقدر تكتب مثلا 50 مقال او 100 مقال مباشره بهذه الطريقه هذه. واخا هذه المساله ما كنبغيش نستعملوها بشكل كثير لانه خص عشان نحافظوا على واحد الجوده مزيانه ديال المواضيع، ولكن كاين مواضيع اللي كتكون واخا شي استفاده مزيانه ديال يعني بالنسبه للقارئ الا كان الموضوع متوفر. بعض الاحيان تيكون الموضوع ما كاين عليه حتى شي معلومه في الانترنت كاع، وهذه المساله كتسهل يعني كتخلي اصلا بان الموضوع يكون عنده على الاقل واحد الصفحه في الانترنت اللي كتهضر عليه. يعني مثلا بعض الدواور في المغرب تيقدروا ما يكونوش
يعني لو بحثت عليهم في الانترنت ما تلقاهمش كاع. و فبغينا اننا مثلا نزيدوا هاد الدواور مثلا المقالات ديالهم في ويكيبيديا بالدارجه وفي ويكيبيديا اخرى بطبيعه الحال ومواضيع اخرى. يعني كاين بزاف الانواع ديال المواضيع اللي ممكن تكتب بهذا الشكل هذا. وحنا طبعا ماشي الويكيبيديا الوحيده اللي كدير هاد المساله هذه. كاين مثلا ويكيبيديا السويديه حسب الانجليزيه براسهم في البدايه ديالهم راه كانوا داروا تنعتقد واحد 30,000 مقال او اكثر كانوا تكتبوا بهاد البوتات هادو. يعني مساله جاري بها العمل في بزاف ديال المشاريع الويكيميديا. وهذاك المقال تيكون بحال بدايه اللي ممكن الانسان يزيد يطور فيه ويصحح فيه الى اخره. وهادو غير امثله. يعني كاين بزاف المسائل اللي ممكن داروا بهاد لي بروغرام هادو. منير على الجواب ديالك. هنا بغيت نسولك، واش هاد التقنيات هادو متاحين للجميع؟ بمعنى انه اي مستخدم ديال ويكيبيديا بغى يكتب فيها يقدر يستخدمها او لا او لا عندهم ناس مختصين لان اللي يقدروا انهم يشتغلوا بها ويقدروا يخدموا بها؟ هو على حسب التقنيه بالتحديد او على حسب المهمه اللي واش متوفره. يعني على شكل واحد البروغرام لاي واحد يقدر يستعمله. كاين بعض الحالات من هذا النوع هذا اللي كتكون مثلا واحد الصفحه خاصه بداك البروغرام او لا على شكل غادجي اللي كيتزاد في الصفحه ديال المستخدم في ويكيبيديا او في اي مشروع اخر. وتقدر ديك الساعه يستعمل هذاك اللوتي يعني في واحد المهمه معينه. وفي نفس الوقت كاين دي بروغرام اللي خصك تقادهم يعني من البدايه. وهادو خص يكون الانسان عنده ديجا معرفه بالبرمجه باش يقدر يصاوبهم او على الاقل يادوبتي مثلا واحد الكود اللي ديجا موجود او واحد البروغرام ديجا موجود ويبدلو باش يعني يستعملوا في واحد المهمه اللي قريبه اللي مشابهه ولكن خصو يكون فاهم يعني شنو داك الكود وداك الشيء. ف يعني الا جينا نهضر بشكل عام على مثلا مسائل ديال مثلا المصاوبه ديال المقالات بشكل اوتوماتيكي. ف يعني غالبا غادي خص الانسان يكون عنده واحد المعرفه متعمقه شويه في البرمجه باش يقدر يصايب بحال المسائل هادو. لان بزاف الحالات تيكونوا عندنا مقالات من انواع مختلفين مواضيع باشكال مختلفين. وفي هذه الحاله تيكونوا ما تيكونش داك البرنامج تيخدم بنفس الطريقه 100% على حسب يعني بجميع المواضيع. فخاص الانسان يكون قادر انه يدير يعني تبديلات في الكود او كاع يصايب الكود من البدايه. وبهذا التاريخ سيكون عنده معرفة تقنية أعمق. جميل جدا سيمونير ما تقومون به. هنا بغيت نشوفكم، واش هاد التقنية هذه استعملتوها في المغرب، استعملتوها في المحتوى المغربي، واش ساعدتكم في توفير الوقت وتوفير الجهد؟ هو فعليا ديجا كما قلت كنا ديجا درنا واحد يعني واحد مجموعة مقالات درناهم بالبوتات. والتجربة كانت مزيانة ولكن باقي ما بغيناش نعمموها بشكل كامل. يعني كما قلت لانه كاين عاوتاني مساله ديال الحفاظ على الجوده. يعني كاين مثلا ويكيبيديا اخرين اللي استعملوا البوتات بشكل كبير بزاف وهذا الشيء نوعا ما نقص الجوده ديال المحتوى ديالهم. وكاين معايير اللي مستعملين في مشاريع ويكيميديا باش تحسب مثلا ما يسمى بالعمق ديال تاع واحد المشروع ديال ويكيبيديا. فالعمق هو واحد العدد اللي تيتحسب بواحد عنده كاين واحد الفورمول ديالو وتيعطينا واحد الشكل تقديري بحال الخدمات دارت على داك المشروع. ويعني بعد مثلا بعد مشاريع ويكيميديا تيكونوا عندهم داك العمق تيكون ناقص بزاف لانه تيكونوا في الغالب خدموا بزاف ديال هاد البروغرام هادو. وهذوك الصفحات او هذوك المقالات اللي تصاوبوا بالبروغرام ما تيكونش تراجعوا يعني من طرف انسان فالجوده ديالهم كتكون طايحه شويه. بالمقابل المقال اللي تيكونوا فيه عدد تبديلات كبير بزاف فغالبا تيكونوا بزاف الناس راجعوه وطلعوا عليه
يعني بشكل عام تيكون في الغالب عنده واحد الجوده اللي اعلى من مقال اللي قادو بروغرام. ولكن في المستقبل ان شاء الله معولين باش نديروا نزيدوا نستعملوا يعني في بعض المجالات المحدده بحال كما قالت المساله ديال الدواور المغرب مثلا. فهذا من بين المشاريع اللي خدامين عليها باش نقدروا نكتبوا مثلا واحد العدد ديال المقالات على الاماكن في المغرب ماشي غير الدواور مي الاماكن بشكل عام باستعمال دي بروغرام. لان في هذه الحاله هذه كاين واحد الاضافه يعني واحد الاضافه للقارئ لان كتلقى مثلا الموضوع ما ما ما, ما عنده حتى شي وجود في الانترنت اصلا. يعني لو قلب بحثي في الانترنت ما تلقى حتى شي معلومه غتلقى ربما معلومات احصائيه الا مشيتي لمواقع خاصه بالاحصائيات او كذا ولكن ما غاديش يطلع لك واحد المقال على داك الموضوع. فهنا كتكون واحد القيمه مضافه يعني واخا المقال غادي يكون مقاد بشكل روبوتي ولكن كتبقى هنالك قيمه مضافه للقارئ. سي منير على الجواب ديالك وفي نفس الاطار بغيت نطرح واحد التساؤل لانه صراحه كاينين بزاف ديال الناس تيقولوا انه ويكيبيديا راه ما عندهاش دي سورس فيابل يعني راه زعما يستحسن ما نستعملوهاش وراه المعلومات شويه ماشي تلهيه. شنو ممكن تقول لنا سي باشوندا على هاد الاراء هادو ديال الناس واش بصح هادشي اللي تيقول؟ هي ماشي شائعة هي حقائق يعني كما نقول لك يعني ما لازمش نأمنوا في ويكيبيديا ولكن المعلومة اللي في ويكيبيديا هذيك الفكرة هذه كانت في الأول ولكن مع مرور الوقت دونك نشوفوا ويكيبيديا نهار اللي تم إنشائها إطلاقها في 2003 اليوم راهي عندها كما يقول لك راهي مرت في مرحله الطفوله والشباب بقري داخله في المرحله تاع الكهوله. واش معناتها؟ معناتها باللي المقاله اللي تكتبت على على اي موضوع في 2003 لو كان نعاودوا نفتحوها اليوم نصيبوا المقالات غيرت وتبدلت. نهار اللي بدات الموسوعه بدات عامها الاول في ويكيبيديا الانجليزيه بو أنا مش متذكر الرقم ولكن خلينا نقوله 3000 مقالة اليوم راهي في 6 ملايين مقالة. بدأ اليوم راهي الموسوعة العربية راهي في 1,200,000 مقالة وتزيد. اللي يحب يقرأ ويكيبيديا بالفرنسي راهي في تقريبا واحد الجملين إلى ما يعني ما خانتنيش الذاكرة. وش معناتها؟ معناتها المعلومات راهي راهي رايحة وتتحسن وتزيد الدقة تاعها. مع هذا ما لازمش نعتمد على الموسوعة باش يعني نعوضوها بالطبيب. لازم نروحو دائما عند الطبيب، ما نروحوش للموسوعة باش نشوفو مثلا كيفاش نداوي مرض. تعطينا نديو المعلومة من الموسوعة ولكن باش نداوي وهذاك المرض لازم دائما نعاودو نوليو عند الطبيب. يعني الموسوعة الهدف تاعها تعطيك المعلومات تقف الشخص ولكن الدقة في المعلومة لازم نعاودو نرجعو للمختصين والاختصاصيين. هذه زعما لازم نقولوها كحقيقة. والمعلومات دائما تتحسن ولكن تاني ما ننساوش السر في موسوعة ويكيبيديا اللي تخلي الناس. انت كان واحد يطرح السؤال يقولك علاه الناس راهي تعاود ترجع موسوعة ويكيبيديا بالرغم من يعني الناس اللي في ويكيبيديا ما ينصحوش بها. موسوعة ويكيبيديا نلقاو فيها معلومات دقيقة ما نلقاوهاش في موسوعة ورقية مثل انسيكلوبيدي كاع كيما كانوا. يعني موسوعة ورقية طبعت في 1998 ولا في 2000 حنا عندنا كاع موسوعة ورقية كاين الناس ما تشريهاش ولكن من تشريها وتفتحيها تصيبي فيها معلومات قديمه بزاف. السر والمثير في يعني في يعني في يعني الروعه اللي في موسوعه ويكيبيديا المعلومات نصيبوها تتحدث يعني في ديك الدقيقه يعني مثلا تتجدد. مثلا الشيء اللي راه صاري حاليا
واللي هو يعني نتأسفوا له ونترحموا على يعني الموتى اللي ماتوا في الزلزال تاع تركيا. تشوفي المعلومات يتجدوا يعني بالثانية، كل ثانية كل دقيقة يدخلوا معلومات جدد، يدخلوا صور جدد، يدخلوا خرائط جدد، يدخلوا خرائط. نروحوا للموسوعات الورقية، الموضوع هذا خصنا نستناوه العام الجاي باه يخرج. هنا السر. نعم. كان يعني صفة واحدة أخرى، صفة واحدة أخرى في الموسوعة تاع ويكيبيديا. نعطيك مثال، مقالة هي مقالة القدس. مقالة القدس لو كان نقراوها باللغات المختلفة نشوفوا يعني نظرات مختلفة على مقالة القدس. كيفاش اللغة العربية تترجم هذه المقالة، كيفاش اللغة الإنجليزية، كيفاش اللغة الفرنسية، كيفاش العبرية ترجمها. هنا تشوفي النظرات المختلفة، حتى في يعني في الأديان السماوية، حتى في كثير 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 من الأمور. هذا وش يخلينا نقوله يعني أن المعرفة لو كان يعني نكون دخلوا غادي تولي في موضوع فلسفي هنا، المعرفة هي معارف والحقيقة هي حقائق، ولكن في آخر المطاف تخلينا نحترم يعني هذه الاختلافات عبر هذه الموسوعة، رغم أن يكون فيه صراعات على هذه المعرفة. ولكن نعطيك مثال، مثلا مقالة حول عمر بن الخطاب مثلا، يعني كيفاش المذهب الشيعي ينظر فيها، كيفاش المذهب السني ينظر فيها. وتشوفي في المقالة الواحدة يعني ماذا يقول أهل السنة في عمر بن الخطاب، ماذا يقول أهل السنة في أهل الشيعة في المذهب الشيعي في عمر بن الخطاب. وهنا نكتشف تاني خاصية أخرى في الموسوعة تاع ويكيبيديا، هي يقولوا له لونغليت على الهيستوريك تاع التاريخ. نشوفوا التعديلات المختلفة ونكتشف الصراعات المختلفة في المقالة والنسخ المختلفة في المقالة عبر الوقت وعبر الزمن، كيف بدأت المقالة وكيف تطورت. وهذا كان رسالة دكتوراه، كانت واحدة الدكتورة اللي اسمها هيثر فورد، في هي أصلها من جنوب إفريقيا، كتبت هذه الرسالة الدكتوراه حول المعرفة والمعرفة الممنوعة. يعني هناك معارف منشورة اللي يمكن أن نقرأها، وهناك معارف أخرى قد لا يصل إليها القارئ البسيط، ولكن إحنا بالضغط على هذا اللونغليت على الهيستوريك أو التاريخ ممكن أن نرى كيف تطورت هذه المعلومة أو الحقيقة أو المعرفة عبر الزمن منذ إنشاء المقالة إلى النسخة الحالية منها. وهنا نكتشف أمور كثيرة يعني، وأنا هذا ما يعجبني اللي يعجبني بزاف الموسوعة، ممكن يعني نكتشف الوجوه المختلفة لهذه المقالة، لهذه المعرفة، لهذه الحقيقة إلى آخره. بشوندا كيف ما قلتي راه المعرفة هي معارف والحقيقة هي حقائق، وكيف ما كنقولوا أنها راه الحقيقة راها نسبية كما يقال، وكيف ما قلتي أنه مثلا المقالة ديال القدس فالمقالة باللغة العربية ماشي هي باللغة الفرنسية ماشي هي باللغة الإنجليزية، يعني تختلف باختلاف اللغات والثقافات وما إلى ذلك. هنا بغيت نطرح واحد التساؤل على السي منير عفيفي. كيف ما كتعرفوا أنه مجموعة أنه ويكيبيديا فيها مجموعة ديال المتطوعين من بلدان مختلفة وثقافات مختلفة، أشنو هما الصعوبات في العمل داخل هذا العدد الهائل من المتطوعين؟ بمعنى واش تقعوا بيناتكم بعض الصراعات بعض المشاكل؟ شكرا على السؤال. فعليا هو يعني فاش كنشوفوا يعني العمل على الموسوعة تلقاو أنه كاين توجهات مختلفين، يعني خلفيات إيديولوجية دينية سياسية مختلفة،
وهذا الشيء لا محالة تدير النقاشات وصراعات يعني بين 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 الويكيبيديين، يعني هم الناس اللي يكتبوا في ويكيبيديا. فكاين كاين مساطير اللي محطوطين باش يسهلوا هاد النقاشات هادو، ويخليو انه يعني ما يمكنش تحيد لهاد الصراعات بشكل كامل، ولكن على الاقل تتسهل التعاون، لان هذا هو الهدف ديال ويكيبيديا، التعاون في اطار يعني الخلق هاد المقال اللي غادي او هاد يعني ماشي اسميو هاد المحتوى اللي غادي نوريه للقارئ، واللي بطبيعه الحال كما قال الاخ باشوندا غادي يبقى يتطور بشكل تدريجي، يعني ما غاديش يبقى يعني مستقر، وانما بتراكم المعرفه البشريه اللي دابا غادي بواحد لاكسيليراسيون كبيره بزاف، داك التراكم تيخلي انه ديما تتم مراجعه ديال داك المحتوى. فربما واحد النهار كتكتب واحد المعلومه لان كان المصادر تيقولوا بان هذه المعلومه كاينه، او لان الشخص بكل بساطه كتب ديك المعلومه لانه بالنسبه ليه كتبان ليه صحيحه، ومن بعد تيجي واحد اخر وتعاود يصحح ديك المعلومه وكترجع شي تصحيح اخر الى اخره، وهكا كتطور المحتوى. ف يعني من بين المساطر اللي كاينين، يعني اول حاجه انا كاين ثلاثه السياسات الاساسيين في مشاريع ويكيبيديا اللي جميع الويكيبيديات بلغاتهم مختلفين كلهم تلتزموا بهم او خصهم يعني مبدئيا يلتزموا بهم، هما ديال يعني القابليه للمراجعه، يعني انه جميع المقالات خصها تكون قابله للمراجعه، ما يمكنش انسان يجي يكتب واحد المحتوى اللي بدون مصادر، يعني ما كاين حتى مصدر اللي تذكر هذيك المعلومه او حتى تهضر كاع على الموضوع، يعني مثلا لو كان شي موضوع اللي ما كاين حتى شي مصدر اللي تهضر عليه او المصادر اللي كتهضر عليه ضعيفه، فتلقائيا هذا الموضوع ما يمكنش يكون في ويكيبيديا، واخا يكون ربما هذا الموضوع مهم او كذا، ولكن بما انه ما كاينش مصادر موثوقه اللي كتهضر عليه او لواحد المعلومه اللي ما متقاش، فما يمكنش هذه المعلومات او ما خصهاش هذه المعلومات تكون في ويكيبيديا. وكاين سياسات اخرى بحال مثل الحياديه، والحياديه هنا ماشي كتعني انه ويكيبيديا كتاخذ الموقف الوسطي او كذا، وانما انها كتحاول تمثل جميع المواقف او الاراء من واحد الموضوع اللي عندها وزن. يعني مثلا كما قال الاخ باشوندا فاش هضر على المساله ديال القدس او التصور على الصحابه او كذا، فمبدئيا اذا كان المقال عنده تلتزم بهذه المساله ديال الحياديه، فهو غادي يقول يعني حسب توجه كذا ها شنو تيقولوا، وحسب توجه الاخر كذا ها شنو تيقولوا، يعني ما غاديش يدير واحد السانتيز ديال هذه التوجهات كاملين ويعطي واحد التصور وسطي سوا ديزون، وانما غادي بكل بساطه غادي يذكر داك الشيء بالاسماء ديال يعني اشخاص او التوجهات او الايديولوجيات او غيرهم اللي عندهم داك التصور بشكل حيادي، يعني ماشي بصوت ويكيبيديا، وانما بصوت هذوك التوجهات اللي عند هذوك الاراء معينه او ذوك الاشخاص عندهم الاراء معينه. فهذه مساله هي اساسيه يعني في سميتهم في ويكيبيديا. والمساله الثالثه اللي هي اساسيه بزاف هي انه ما خصش يكون ابحاث اصليه في ويكيبيديا، يعني مثلا الى شخص ربما دار شي اكتشاف ولا شي بحث خاص به وربما داكشي يكون صحيح 100% وغادي يدير واحد الثوره كبيره، ما خصوش يجي ويكيبيديا يكتبو تماك، تيخصو ينشرو في الاماكن المناسبه لداكشي، يعني مثلا في المجلات العلميه، ربما في كتاب او كذا، او مقال صحفي الا كان خبر يعني صحفي. وفاش كيتنشر تماك عاد من بعد نقدروا نستعملوا هذاك المحتوى كمصدر باش نديروه في ويكيبيديا، الا كان طبيعي الحال ما كانش واحد معارضه، يعني ما كانش داك المحتوى مثلا كاين مصادر اخرين اللي عندهم موثوقيه كتساويه او موثوقيه اعلى اللي تعارضوا داك هذاك المحتوى. يعني باختصار كاين هاد ثلاث سياسات اللي هما اساسيين في ويكيبيديا واللي مبدئيا تيخص جميع الويكيبيديا يلتزموا بهم. عمليا بطبيعه الحال ان الانسان ديما تيكون يعني الانسان تيرتكب اخطاء تنسى تيكون عنده ربما رغبات معينه او شي حوايج ما تيبغيهمش او كذا، فطبيعي انه تيوقعوا تجاوزات لهاد السياسات هادو. و لهذا الغرض كاين مستويات ديال المستخدمين في مشاريع ويكيبيديا، يعني كاين المستخدمين اللي قدام بزاف
عندهم صلاحيات اكبر لان عندهم معرفه تقنيه ومعرفه يعني اداريه في المشروع وعندهم امكانيه باش يعرفوا يعني بشكل اسرع يعني شنو هما المواضيع اللي خصها تكون اللي خصها تكون في ويكيبيديا اللي ما خصهاش تكون شنو هما المصادر اللي خصهم يستعملوا او خصهم يطبقوا باش نوصلوا لواحد النتيجه معينه. فهاد الـ يعني مثل الاداريين تقدروا يلعبوا الدور ديال 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 المسيرين يعني نوعا ما تيحاولوا يسيروا ديك النقاشات بحيث انهم ما يطراوش مشاحنات ما بين الويكيبيديين لان طبيعي ما خصش يوصل مثلا المستوى يعني يعني الهجوم على الاشخاص مثلا يعني خص يبقى النقاش في اطار الموضوع. ولا ترى مثلا بحال هذه المسائل هذه ولا مثلا توقع تجاوز السياسات فهنا كيخص يترسل الانذار لذاك الشخص اللي تجاوز السياسه. ولا كان عدد ديال المرات يعني ترى انذار فهنا ربما توصل لواحد المستوى اخر انه ربما يتم حظر ذاك الشخص لواحد المده معينه او بشكل دائم. المهم كاين بزاف ديال المسائل هنا يعني ماشي كندوزو مباشره لل يعني للحظر او كذا وانما خص يتم يعني نمشيو مع المسطره بشكل تدريجي غير في حال يعني تجاوز كبير بزاف او معاود يعني بشكل كبير عاد ممكن ديك الساعه ندوزو واحد المرحله اخرى. شكرا لك سي منير على الجواب ديالك. وهنا بغيت نطرح واحد التساؤل على سي باشوندا. شنا هي في نظرك اهم المشاريع اللي تتخدم عليهم ويكيميديا؟ اهم مشروع في ويكيميديا ما نقدرش نقول لك وشنو هو اهم مشروع في ويكيميديا على خاطر المشاريع كثيره ومتعدده ومتشعبه. دونك انا بالنسبه لي يعني انا جربت بزاف المشاريع ولكن المشروع الاهم والكبير بزاف نبداو بويكيبيديا. وكان واحد المشروع واحد اخر يهتم بالمصادر احنا نسميوه ويكي مصدر. كان مشروع واحد اخر تاني تاع القواميس احنا نسموه ويكي قاموس. هادو ثلاث مشاريع كثيره معروفه بزاف. وكان مشاريع اخرى يعني مرتبطه بالمشروع تاع الكبير تاع اللي ما نقولوا احنا ويكيبيديا تدي منه بزاف الصور اللي هو ويكي كومنس. هذا ويكي كومنس نلقاو فيه التصاور، نلقاو فيه الفيديو الفيديوهات، نلقاو فيه الاوديو وكثير كثير كثير من الامور اللي هي مهمه جدا. هي تجاوزت بالك واحد الملايين والملايين من عشرات الملايين من الصور باش تعرفي الحجم نتاع هذا المشروع. شكرا لك سي باشوندا على الجواب ديالك. وهنا بغيت نطرح تساؤل اخر، هو انه مثلا انا بغيت نكتب في ويكيبيديا فضروري خصني نصاوب واحد الحساب باش انني نقدر نبدا نكتب المقالات في ويكيبيديا، لكن في يوم من الايام بغيت نابلودي واحد الصوره نحطها في ويكي كامز، واش غادي خصني نصاوب حساب جديد بمعنى كونت جديد باش نقدر نحط هذيك الصوره، او لا تبقى عندي نفس الحساب اللي كنت كنكتب فيه في ويكيبيديا؟ هي كان المشاركه يعني ماشي شرط باش يكون عندك حساب باش تشارك باش يشارك الشخص في الويكيبيديا، ولكن من الاحسن يكون عنده حساب مثل باقي المواقع. والحساب هذا واش يعطيه الميزة؟ الميزة الأولى هي يعرف قاع التعديلات والتغييرات نتاعو اللي دارها، والميزة الثانية الناس تتعرف عليه على أنه يعني راه جاب شي أيدي في المعلومات بالحساب نتاعو، ويكون عنده صفحة يعرف بها. دونك هذا الحساب واش غادي يعطيه ميزات أخرى؟ يقدر يتنقل بالحساب هذا من مشروع لمشروع ويكون عنده اسم واحد. ولكن أول شيء ننصح به الجدد إذا كان هذا هو السؤال، ما يروحوش في يخدموا في المقالات ولا في المعلومات اللي عليها نزاعات. أنا ننصحهم يبدأوا في مقالات يكون فيها التخصص تاعهم موجود ويكونوا قادرين باش يضيفوا المعلومة بكل أريحية.
دونك ما غاديش يروح في مقالات دينية، ما غاديش يروح في مقالات سياسية، وما غاديش يروح لي في مقالات يعني جديدة فيها، يعني احنا نسميها أحداث جارية. هذا واش يخليه؟ غادي يخليه يكتشف باللي كان هذوك القدماء المحررين ما غاديش يتساهلوا يكونوا متساهلين مع الجدد، لأنهم غادي يقولوا لهم باللي حاول باش تضيف المعلومة أشاك فوا، كل مرة غادي يتصلوا معاه شغل كما احنا نقولوا بالعربية الفصحى، يفريني يكون فيه كبح يعني يفريني وهم يخليه واش يواصل فيه. على هذا الشيء إذا كان فيه ورشات للتحرير ينضم ليهم باه يتعلم بسرعة، ويبدأ كاين طرق باش يتعلم باش يحرر في الهاتف، وكاين طرق باش يتعلم ويحرر في الحاسوب في الأورديناتور. دونك هذه هي يعني الطرق باش يبدأ كمحرر جديد. وأول شيء واحد ما ينساهش باللي ما راهش وحده في هذيك المقالة، راه كاين العالم بأسره راه يزيف في هذه المقالة. والمقالة تاني ما ينساهش باللي المقالة ماهيش الملك نتاعو، غادي من يضيف المعلومة في المقالة غادي تكون هذه المقالة ولا هذه المعلومة ولا هذه المعرفة تكون متاحة للجميع. يعني خص يكون يفهم هذه الفلسفة نتاع التقاسم المعرفة والمعرفة الحرة. واش معناتها المعرفة الحرة؟ أول شيء لازم يبحث على واش معناتها المعرفة الحرة باش يروح يتطوع في إضافة المعلومات في الويكيبيديا والمشاريع الأخرى. باش وندا على الجواب ديالك، وبما انك هضرتي على التطوع فاشنو ممكن تقول للناس اللي تسمعونا على التطوع، وباش حتى هما يجيو يتطوعوا معنا وحتى هما يتقاسموا المعلومات ديالهم مع المستخدمين ديال ويكيبيديا ويكيميديا بصفه عامه؟ شوفي هذا التطوع احنا في المنطقه نتاعنا احنا نقولوا له التويزه، من يكون الموسم تاع الفلاحه، من يبغي واحد يحرس الارض نتاعو كاع الجيران يجوا يتطوعوا معاه ويعاونوه باش يحرس الارض نتاعو. دونك هذه فيها التعاون، هذه مغروسه احنا في الشعوب تاعنا تاع المنطقه تاع شمال افريقيا كاع باسرها، عندها بالك ما عندها تسميه اخرى في المغرب وعندها تسميه اخرى في تونس ولا في ليبيا ولا والشعوب اللي كانت ساكنه هنا ومازال ساكنه هنا، والاصول تاعنا كيما هكا نعرفوها احنا عندنا في المنطقه تاعنا نقولوا لها التويزه. وكاين كيما نقولوا حنايا ثاني مثلا الواحد من يروح للكتاب، احنا من يروح عند الفقيه يتعلم القران ولا يحفظ يتعلم اللغه ويتعلم الشيء اللي هذاك الاخر، كانت الناس تروح تتعلم باطل غراتوي كما نقولوا احنا بالفرنساوي. الشيء هذا راه مغروس فينا احنايا قبل ما تجي ويكيبيديا وقبل ما تبان هذه الثوره الرقميه. يعني هذا من الطبيعي باش حنايا ننضموا لهذه المبادرات اللي هي عالميه، ولكن حنايا في منطقتنا نديروها منذ قديم الزمان. كانت الجامعات في الـ في الـ في الـ في المغرب والجامعات في تونس والجامعات في الجزائر، الناس تروح تقرا وتدرس في الزاويه يعني ويتلقاو العلم، والناس تتطوع باش تمد العلم، العلماء يمدوا العلم ويتطوعوا. دونك مع الطفره التكنولوجيه وسهلت هذا الشيء علينا، دونك هذا من الطبيعي يعني من الطبيعي، ولازم حنايا يعني الجيل تاع وقتنا تاع 2000 تاع الالفيه التاليه الثالثه لتروازيام ميلينير باش حنا ندفعوا ونشاركوا ونبينوا باللي حنايا يعني بالعراقه نتاعنا منذ بدايه البشريه، يعني حنايا رانا راه فينا هذا الشيء ورانا نواصلوا فيه وباش نمدوا يعني المعرفة هي اللي خلات العالم الغربي من رجع المعرفة ولت بالفلوس بالدراهم، هنا نعاودوا نردوها الأصل تاعها باش تولي مفتوحة ومتاحة للجميع، وكما يقولوا بالفرنسية فري غراتوي. دونك لازم لها تعاود تولي الأصل تاعها، المعرفة لازم لها تكون مجانية، وهذا اللي جابته ويكيبيديا
والعالم الغربي اللي استغرب له اللي قال كيفاش هذا الأمر العجيب. صح حنا كنا نعرفوه من قبل وكنا نديروه من قبل. شكرا لك سي باشوندا على الجواب ديالك. وللأسف اقتربنا من نهاية الحلقة، وهنا سي منير عفيفي شنو ممكن تقول لنا ككلمة أخيرة؟ تفضل سي منير. المهم شكرا بزاف بعد على الدعوه، كان لقاء زوين، يعني هضرنا على مجموعه ديال المسائل اللي تنتمنى ان المستمعين يكونوا استفدوا منها. وانا نتمنى انه اللي عنده يعني اي وقت فراغ او كذا وجاه الفضول بغى يتعرف على المشاريع ديال ويكيميديا انه يطالع عليها، يدخل زعما في هذه المواقع هادو ويحاول يستكشف شنو هما الامكانيات اللي كاين تما وداك الشيء، يعني من ناحيه ديال بكل بساطه يعني التعرف على يعني مسائل متنوعه كما قال الاخ باشوندا، مساله ديال المعرفه الحره، يعني الاخذ والرد، يعني ياخذ المعلومه ويحاول يعطيها هو من جهته، الا كان عنده واحد التخصص معين او كذا يحاول يساهم فيه. وكاين يعني الجميل في مشاريع ويكيميديا هو انه كاين واحد العدد كبير وشاسع بزاف ديال 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 الامكانيات وديال المشاريع اللي ممكن الانسان يساهم فيها باشكال مختلفين، وكاين يعني تخصصات مختلفين، يعني الناس ديال البرمجه، الناس ديال الكتاب مثلا، ديال تاع اخذ الصور، يعني المصورين، ربما حتى الرسم، يعني بزاف الانواع ديال الحوايج اللي ممكن الانسان يساهم بهم، وحتى مجرد يعني المساهمه بالمسائل اللي الانسان مهتم بها، يعني الحوايج اللي تيبغى يتعرف عليها يقدر يتعرف عليها عن طريق انه يكتب عليها. فوالا، يعني تنتمنى ان الناس ربما على الاقل يجيهم بعض الفضول ويبغوا يتعرفوا على هذه المشاريع هذو. سي باشوندا شنو ممكن تقول لنا ككلمه اخيره؟ كلمة أخيرة، رانا نمر في مراحل خلي هذه المعرفة تتحول وتتطور. كموضوع كبير مؤخرا رانا نعيشوه ورانا نتابعوه هو الذكاء الاصطناعي. غادي يجي يوم وين الذكاء الاصطناعي غادي يهيمن ويسيطر على المجال اللي رانا فيه في الانترنت ومنه المعرفة. يعني آخر صيحة هي الروبوت هذا الذكاء اللي هم يسميوه شات جي بي تي، اللي رانا نطرحوا عليه سؤال وراه يجاوبنا إجابة ذكية جدا وكأنه إنسان راه يتكلم معنا، لدرجة أنه كثير من الناس واللي تطرح على روحها سؤال هل هذا يعني هل هذه هي يعني اسكو هذا هو يعني المستقبل تاع هذا اللي غادي نروحوا له، يعني غادي يجي وقت وين ما نقدروش نضيفوا المعلومه غادي يولي يضيفها في بلاصتنا روبوت ولا ذكاء اصطناعي. لازم نغتنم الفرصه من الان باش نضيف المعلومه الصحيحه ونشارك ونقعد نشارك وما نخليش يعني المعلومة هذه تفلت من بين يدينا. نحن يعني أهل هذه المنطقة لازم ما نخليوش يجي كما أنا في 2003 كنت نقول أنا علاه الغربيين راهم يكتبوا علينا، علاه إحنا ما نكتبوش على نفوسنا. باشوندا شكرا لك سي منير، وصلنا الى نهايه الحلقه وصراحه ما سخيتش بكم لانه الحديث كان ممتع معكم. نتمنى من المستمعين والمستمعات الكرام انهم يكونوا قضوا وقت زوينه معنا واستمتعوا بهذا الحوار هذا وهما تسمعونا. أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، غادي نقول لكم إلى اللقاء، نتلاقاو في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيوف جداد، ونلقاكم بألف خير. إلى اللقاء.